السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا يعني واحد الغريبه ديال اللوز، كتجي رائعه فعلا ومعلكه. نتمنى تجربوها، يعني سريعه التحضير. غادي نحتاجوا لها اللوز، يعني يكون خضر على هذا الشكل. هذا اللوز عادي، يعني ما محمر ما والو كيف ما كتشوفوا. كناخذوه وكان يعني نمسحوه من الغبره وكنطحنوه في الطحانه، طحنوه مزيان. يعني انا احتاجت لواحد، درت كيلو ديال اللوز، نتوما يعني ديروا الكميه اللي كتناسبكم. درت كيلو ديال اللوز اللي طحنته، كيف ما غتشوفوا غادي نوريكم كيفاش. يعني كنطحنوه مزيان حتى كيولي يعني رقيق، مطحون مزيان بهذا الشكل هذا كيف ما غادي نوريكم. على هذا الشكل هذا يعني كنطحنوه مزيان. كيف ما سبق لي وذكرت، عندي هنايا كيلو ديال اللوز. غادي نحتاج له واحد 400 غرام ديال السكر سنيده، يمكن لكم ديروا حتى 500 غرام، ولكن انا درت غير 400. عندنا جوج خمارات ديال 7 غرام، عندنا جوج كيسان ديال الدقيق، كيسان ديال العنبه، جوج كؤوس يعني كأسين من الدقيق. غادي نحتاجو ايضا الملعقه ديال المربى، وغادي نحتاجو الفاني، حد جوج اكياس ديال الفاني. والطريقه ايضا سهله اللي غادي نستعملو، كنوضعو اللوز يعني في القصريه او في الاناء اللي غنخدمو فيه، كنضيفو عليه السكر الفاني ايضا، وكنضيفو الكأسين ديال الدقيق، كنغربلوهم على هذا الشكل. صافي، غادي نخلطهم جيدا، ومن بعد عاد نضيفوا الخميره، وغادي نضيفوا ايضا البيض بشويه بشويه، يعني نضيفوا بيضه ببيضه حتى كيتجمع لنا الخليط. هنا كيف ما كتشوفوا ضفت ملعقه ديال المربى وجوج ديال البيضات. غادي نخلط جيدا، وغنبقاو نضيفوا البيض بشويه بشويه. انا احتاجيت للخليط 6 البيضات، ولكن الحجم ديالهم صغير، يمكن لكم نتوما يعني البيض الا كان عندكم كبير تحتاجوا غير 4 البيضات فقط، المهم على حسب الخليط حتى كيتجمع لنا الخليط. وصافي، يعني كتكون العجينه واجده كيف ما كتشوفوا، كنعجنوها بهذا الشكل. كيف ما قلت لكم انا احتاجيت 6 البيضات، ولكن الحجم ديالهم صغير، نتوما يمكن لكم تستعملوا من 4 حتى 5، يعني على حسب حجم البيض. صافي، هنايا غادي نجمع الخليط وغادي نخليه يعني يرتاح واحد 5 دقائق، وعاد نكملو ان شاء الله طريقه التحضير. وهنايا كيف ما كتشاهدوا، يعني من بعد ما خليت الخليط واحد 5 دقائق كيرتاح، دابا كنشكلوه يعني بمساعده ديال الماء الزهر، كندهنوا به يدينا وكنبداو نكورو، يعني كنصنعوا كويرات. ديروه بالحجم اللي بغيتو، يعني انا درتهم بحجم متوسط، وغادي نوضعهم في السكر الثقيل او السكر كلاصي. غنستمر حتى نساليو الكميه كامله.
انا كيف ما كتشوفون بعد ما وضعتهم السكر كلاصي كان يعني كان نحاول نلبسهم كاملين بالسكر وكنهزهم بهذا الشكل هذا، كنحاول نضغطوا عليهم واحد شويه كيف ما كتشوفوا، كنوضعهم في صينيه الفرن على هذا الشكل هذا حتى غنساليو الكميه كامله، وغادي ندخلوها للفران، يعني يكون الفران بارد وعنشعلو الفران على 170-180 درجة، وغادي نديرو يعني اللاطة تكون يكون النار فوق من الغريبة، وغادي نخليوها واحد 5 دقائق على ما كتشقق، ومن بعد كننزلوها للأسفل باش تكمل الطياب واحد 5 دقائق أخرى، يعني في المجموع 10 دقائق، إلى طولنا ما نتعداولهاش 12 دقيقة صافي، وكنخرجوها كتكون واجده ان شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا يعني من بعد ما وضعت اللاطة في الفرن وخليت النار فوق منها حتى تشقات، ومن بعد هبطتها صافي طابت وخرجتها، كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما قلت لكم، ما نتعداوش ليها يعني 10 دقائق حتى 12 دقيقة، وكتجينا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وهنايا هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبة ديالنا، يعني من بعد ما كتبرد كتجينا على هذا الشكل هذا، وكتجي رائعة صدقوني، غير جربوها وكتجي معلكة ولذيذة بزاف، نتمنى فعلا تجربوها. او يعني كنخليوها حتى كتبرد وعاد كنستفوها، كتجينا بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كتجي معلكه، غادي نوريكم يعني من الداخل كيفاش كتجي، كتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى فعلا تجربوا الوصفه، والله العظيم رائعه فعلا، وما كنحتاجوش يعني نحمروا اللوز او يعني نحيدوا له القشره ديالو ولا هذا، كنستعملوا اللوز يعني اخضر كيف ما وريتكم، كتجي على هذا الشكل. اتمنى تجربوا الوصفه وتكون عجباتكم، وما تنسوش دائما الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، مع السلامه.